خلينا هلا ننتقل لماما. ودايما فيكم تبلشوا من البداية، ابدا لا تقولوا انه راح علي الوقت خلاص، لانه دايما اللي بيشرحوا في الفيديوز يعطوا معلومات كتير مهمة. هلا اميغوس، انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. سو اذا كنتوا اول مره بتشوفوني تنسوا انكم تشتركوا بالقناه، تضغطوا على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، حطوا لهذا الفيديو بيج لايك ومشان انكم تحفزوني. سو اليوم هو اليوم النهائي، كلكم ناطرين شو صار في الامتحان. سو انا راح امتحن بكره يا جماعه. بالنسبه للجراحه لهلا ما طلعت النتيجه فلسه ناطرين، بس الامتحان راح يكون بكره. ما في ناس امتحنت قبلنا فرح اخذ الامتحانات تبعهم واذاكرهم. هو اكيد مش راح تجينا نفس الاسئله، ولكن انه على الاقل بشوف وافهم الكونسبت تبع الامتحان. هلا بدي احكي معكم شوي جد. سو اكثر من واحده من البنات واكثر من شباب كمان بيجوا يحكوا لي على موقع، تقريبا الموقع اسمه ليكتيريو. انا عم بنطق بالفرنسي اوكي. انا الموقع بتقولوا لي ميرا استعمليها، الموقع هذا كتير منيح ما بعرفش ايش تاتي تاتا، بعرفه كتير منيح. بتذكر انه استعملته مرتين بس. ليش حقلكن ليش انا ما بستعمل ويب سايت واحد، او ليش ضد فكرة اني انا بستعمل فقط موقع ليكتيريو. اخر مرة كنت عم بتناقش مع دكتوري في الجراحة، كنا عم نحكي انه من الغلط جدا كطبيب انك تستعمل مرجع واحد، don't use just one reference، سواء كان هالشي عن طريق يوتيوب تشانل او هالشي عن طريق ويب سايت. رح قلكن ليش. احنا في هالمجال هذا بدنا شغلتين، management of time اللي هو اختصار شيء يختصر علينا الوقت، وكان نفس الوقت نكون كتير فاهمين هذيك الجزئية. فانتي ممكن تلاقي شيء منيح، شرح منيح لمادة معينة او درس لسن معين في سبجكت معين على هذاك الموقع، بس في حدا تاني بيفهم طريقة افضل منه بمليون مرة. هيك انا ما بستعمل لا يوتيوب تشانل ولا ويب سايت دائم ابدا، هالشي بحسه غلط كبير وراح يضيع لي ممكن كتير من وقتي. شو بسوي انا؟ مثلا بروح ابحث دائما على المعلومة او الجزئية اللي مش فهمتها من الدرس على اليوتيوب، بحسيت انه هالشخص هذا عم بفهم عليه من اول دقيقة فبها ما عم بفهم على طول اللي بعده. مش للشيء الاكثر مشاهدات. ليش؟ غالبا مش دائما انه هذول عليهم اكثر مشاهدات هني شرحهم بيكون منيح، عرفتوا؟ بس هي مش قاعده، وانتم الشخص اذا ما عم تفهموا عليه من اول دقيقه قولوا له سلامتي هواء وروحوا للفيديو اللي بعده. شغله ثانيه، لما تيجوا تحضروا الفيديو اكتبوا نوتس، لانه دائما اللي بيشرحوا في الفيديوز يعطوا معلومات كتير مهمه ومعلومات تكون كتير اكسترا على البوكس اللي بتكون عندنا. النقطه اللي بعدها، اذا حسيتوا حالكم في جزئيه ما فهمتوا ولا شيء، عيدوا هذيك الدقيقه او هذيك 30 ثانيه اللي ما فهمتوا فيها او اللي حسيتوا حالكم ضعتوا فيها، وعودوها مره واثنين وثلاث لما بين ما تفهموا. اخر نقطه بدي احكي فيها، انتم بتدرسوا فرنسي او انجليزي ومنكم متمكنين من اللغه، شو بتسووا؟ فين هديك السي سي اللي فتحت الفيديو اللي لما تضغطوا عليها راح تصير عندكم السبتايتلز، يعني يكتبوا لكم هالشخص هذا شو قاعد عم يحكي، ففيكن انتو تركزوا هيك مع الكلام وتفهموا اكتر. وهكذا يا حبيبي الحلوين نغلق هذا القوس، وشكرا لاي حدا فكرني انه انا ما بعرف هذا الموقع وحب انه يفيدني بهالشي. انا بعرف هذا الموقع وما بستعمله الا نادرا، ومني وفية الى اي موقع ولا لاي يوتيوب تشانل وبس. وهي هون قهوتي، رح خليكم هلا معنا قطعة بفرجيكم شيء انا في الفيديوهات السابقة ما فرجيتكم اياه آلة، فرح خليكم مع الفيديو هذا تشوفوه وتشوفوا طريقة تحضير للقهوة هاي بهالآلة هاي. تذكروا يا جماعة هاي فرجيتكم اياها مرة في فلوج وقلت لكم انه من المفروض انه اسوي بها هاي، بس طلعت انه هاي اصلا لما احطها هون مع النسكافيه ما بتلفش، شايفين هيك انها بتلف اوكي، لو بحطها هون مش هتلف. المفروض انها تسوي رغوه، ولكن تسوي الرغوه في الحليب مش الرغوه تبع النسكافيه. بنبهكم على هاي الشغله لانه في الفيديو انا وقتها لسه ما جربته ولسه ما كنت بعرف، انه فكرت انه بيسووها للنسكافيه فطلعت لا. هاي الالكترونيه للنسكافيه، وهي لنسوي بها رغوة الكابوتشينو في الحليب. حليب هو دافي عرفتوا، حليب هو سخون، ما
بس عشان نضيفه هيك نسكفيه على طول يكون كل شيء تمام. سو شايفين يا جماعة الرغوة، هاي هي الطريقة الصحيحة لاستعمال هاي الآلة. جماعة أنا اشتريت هاي من المول، سو هي عبارة عن لايك زي الزيت هيك بتحط فيه أعواد وبتطلع ريحة ورد بتجنن على مدى أيام. سو بنصحكم إذا لقيتوها إنه تشتروا منها لأنه بتفلك ريحة وواو. كنت من شوية جماعة عم بتناقص هيك في حالة في التشخيص، هيك كنت محتارة فيها، يعني أنا مدقق مع الديتيلز تبع الديتيلز تبع الديتيلز، أنا هيك أنا أصلا بموت في شيء اسمه تشخيص. فالمهم فكرت على شيء إنه هو الكومبليكيشن تبع الكانسر، يعني فكرت إنه هالمرض هاد مسبب كومبليكيشن ككومبليكيشن يعني سيفير كومبليكيشن، المهم مسبب سرطان الكبد. ف بعدين بقول أنا إنه ليه خيالي سرح لهالقد، لأنه في كتير أعراض تتشابه ما بنقدر، التيوريك دايما ما بيعرفنا شو ممكن تكون الحالة، لهيك البراتيك هو أهم شيء. ولهيك اصلا لما نجي نسوي كشف لازم نسوي لاكثر من شيء عشان نتاكد انه هو هالشيء، انه هو هالمرض هذا هو المسبب. كثير يبسطني لما هيك الشيء ما بعرفه او شيء عقد هيك في مخي، فبصير ببحث على كثير معلومات وبتسلى، فهمتوا زي اللعبه انه شو ممكن تكون هاي. بما اني كنت عم بحكي لكم على التشخيص وما بعرفش ايش، كثير مبسوطه انه بعد فصلين من هلا كل شغلي رح يكون فقط عملي، يعني كثير متحمسه لهي الاكسبيرينس، ما عم بنطر الاشهر تمر بسرعه عشان هيك ابلش كل شيء. ما في شيء تيوريك لانه هلا اغلب شغلي بيكون تيوريك، انا فقط عندي الشهر الجاي راح يكون في عندي مستشفى ما بعرفش ايش، بس مش على مدار السنه بيكون في عندي مستشفى، فاهمين شلون؟ كثير متحمسه بعد فصلين، وانتم كمان لازم تتحمسوا لهالشيء لانه اكيد راح صور لكم كثير في المستشفى، راح احاول افوتكم لغرفه العمليات وهالاشياء، فان شاء الله في المستقبل تشوفوا هالشيء. تيخ تايم بيبي. انا قاعده بذكر يا جماعه، ذكرت شغله ما حكيت لكم عنها انه في تطبيق بيحول لك الفيديو لبي دي اف، يعني يحول لك الفيديو كامل لنص كتابي. راح اكتب لكم هون اسم التطبيق عشان تستعملوه اي فيديو انتم ما تكون فاهمين هيك اللغه تبعها وبدكم شيء ينقله لكم للشيء كتابي عشان تفهموا اكثر واكثر بدون ما تستعملوا السبتايتلز اللي حكيت لكم عنها. هالتطبيق هذا قالت لي عليه وحده من متابعاتي وصديقاتي، فهي قلت ضروري انه انا اشارك معكم هالشيء. فين شلون قطعت على دراستي واجت الفكره هلا تذكرتها وقلت لازم اقول لهم عليها. يا جماعة نزلت صورة على الانستغرام، سو هذا هو انستغرامي، نزلت هاي الصورة، هاي اللي هي اخر صورة موجودة على الانستغرام تبعي، وقلت لكم يا جماعة الاسئلة اللي بدكم تعرفوها عني عن حياتي الشخصية او اسئلة محرجة زي هيك عشان اجاوبها في فيديو كامل. واخيرا قررت اسوي فيديو اسئلة واجوبة لأول مرة في القناة عشان تعرفوني هيك اكتر ونتقرب من بعض اكتر، فبدي اياكم انكم تروحوا على الانستغرام على الصورة هاي وتكتبي لي كل اسئلتكم، لانه مش رح اخذ الا من اسئلة الانستغرام، مش رح اخذ، فلا تكتبوا لي هون اي شيء اسئلة لانه ما رح اخذها، رح اخذ فقط اسئلة الانستغرام. سو روحوا تابعوني على الانستغرام، حطوا لايك للصورة، كمان اكتبوا لي سؤالكم سواء كان سؤال عن حياتي الشخصية او سؤال محرج وبس. يا جماعة اليوم يوم الامتحان، صاحية من شي ساعة 4:30، ما قدرت انام لما يكون عندي امتحان، بصحى من التوتر تبعي، عرفتوا هذاك الشعور اللي يكون هون على مستوى المعدة تك 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 وما عم يحرقكم ويطلع وينزل، ف
هذا الاحساس اللي انا عم حس بيه هلا. خوفي مش من الامتحان في حد ذاته، بل خوفي من انه انا ما اقدر اكمل الامتحان كامل، انه هالقد هو اطول بكثير من المده تبعه اللي عطيتنا اياها الدكتوره. كثير خايفه. بس 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 خليني اعطيكم هيك استيوس، رح احاول عشان اتفادى هالخوف هاد اخلي كل تركيزي اني انا رح اخلص الامتحان، يعني بدل انه اما اوجه طاقتي وفكري انه اوه انا خايفه انه انا ما بخلص، رح اقول لحالي كذب على حالي، اقنع حالي باي طريقه انه لا انا رح اقدر اسوي هالشيء. الفكره هم قالوا داعي التوتر اللي انا عايشاه هلا، بس انا هيك بحب اتوتر. اذا ما قال اي شيء اتوتر عليه لازم ادور على شيء اتوتر عليه. هلا خلصنا الحمد لله، ناطرين انه تطلع النتيجه. اهم شيء النتيجه في الموضوع، فالله يستر. كل شوي كل شوي عم بشيك على الموقع هل طلعت النتيجه، كل شوي عم بشيك لي، وبنفس الوقت ببتسم، ما بعرف ايش عم ببتسم، هل اني خلصت او لانه انا متوتره على النتيجه. اجيت لهالمكان هاد، شايفين قد ايه حلو؟ رح فرجيكم اياها اكثر، بس لكم هالخبريه كلكم اكيد ناطرين شو صار ميرا، شو صار في الامتحان وهيك. القطه قد ايه حلوه، رغم انه انا بكره القطط السوداء. يا عمر الحلو، شو عم بتسوي هون؟ فين اهلك؟ مستعدين الخبريه؟ واحد اثنين ثلاثه. نجحت. كانت لالي عشان انا نجحت وخلص خلاص، انا هيك قضيناها مع بعض. هاي لكم انتوا الناجحين، كمان رح احتفل فيكم. ويت ويت، يا الله ما فرقع في وش، يا الله حظي بعض. مبروك عليا وعليكم، وان شاء الله ديما ناجحين ومتفوقين، وان شاء الله هاي القناه هاي دائما تاخذوا منها الطاقه الايجابيه، رجعوا لها دائما هاي القناه كمصدر الايجابيه، كمصدر للتحفيز، كمصدر للدراسه. مبروك عليكم ومبروك علي يا عمري الحلو. انا مش مبسوطه بس لاني نجحت، لا اوكي صحيح انه هاي السنه هاي كانت كثير صعبه علي نفسيا، ولكن مبسوطه عشان انا راح انقل من هون خلاص لكل الالم اللي عشته هون، لكل الذكريات السيئه. جود باي بيبي، جو تو هيل، نيو بيجينينج. وهالشيء راح تعرفوه في الفيديوهات القادمة، انا لأي بلد رح سافر، فين رح استقر، كل هاي الشغلات هاي رح تعرف. سو هلا يا جماعة رح روح لمطرح عشان احتفل بهالنجاح، احتفل عشان انا رح انتقل من هون ان شاء الله في شهر 8، رح تشوفوا اشياء جديدة، رح تشوفوا مكان جديد، مطرح جديد، شقة جديدة، عالم جديد، حياة جديدة. فكتير مبسوطة وكتير متحمسة لهالشي. الاشياء لسه عم تتناطر. ترارارارا. اللي بدي اياكم تعرفوها او بدي لكم اياها اخر شيء، انه كل شيء يتحقق في هالدنيا ودائما فيكم تبلشوا من البدايه، ابدا لا تقولوا انه راح علي الوقت خلاص كبرت او خلاص مستحيل احقق هالهدف هاد. وحتى اذا ما وصلتوا لشيء معين فيكم تبلشوا هدف جديد. الحياه ما تتوقف على حلم معين، الحياه راح تستمر، لازمكم تستمروا مع دوران عجله الحياه، ابدا لا توقفوا حياتكم مشان اي شيء. كل العالم في هالدنيا بسوي اخطاء، انا بسوي اخطاء، انتم بتسوي اخطاء، ما فينا حدا ملاك وما فينا كمان حدا معصم، بس الفرق انه نعرف غلطنا، نبعد عنه، ونبلش بدايه جديده كلها امل وطموح في الحياه. شكرا، بحبكم، وهلا يلا نروح to have this party. على فكره اللي لسه ما اشترك في القناه شو ناطر، اشترك في القناه، ضغط على زر سبسكرايب اسفل هذا الفيديو، حط لهذا الفيديو بيج لايك، تابعوني على الانستغرام كمان، وكمان الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد، وكمان حضروا حالكم لفيديوهات بتجنن لانه اخذت العطله خلاص. So guys هذا هو المكان ووصلنا.
جماعة في الآخر ما أكلت ولا شيء وحطيتهم هيك بأطباق عشان أروح بهم مش أكتر. يا هاي أنا بطلب كتير أكل وبالآخر ما بأكلش. يا جماعة الظاهر إنه مو بس أنا قاعدة عم بحتفل، المدينة كمان كلياتها قاعدة عم تحتفل معي لأنه أنا رح أطلع منها، فاهمين شلون؟ يعني البلد رح أطلع منه، فكتير كتير مبسوطة اليوم، متكيفة اليوم، يحق لي كل شيء لأنه عن جد تعبت في هالمكان هذا كتير وخلاص زهقت بدي أطلع، بدي أكون في المكان اللي عن جد أنا بستحقه. شايفين المكان قديش هادي وصار كلياته فاضي، عن جد المكان هون بيعقد. اللي رح سويه حاليا انه اول شخص بدي اتصل عليه واقول له هالشي هو احمد. احمد بينام كتير بكير عرفته، فبحس انه ممكن يكون نايم. عمير هنا بتمنى انه يرد. One eternity later. لا حياة اللي ما انتو نادي. هلأ اهلي على الاقل يردوا من الفيديو. شو اخي شو معلق على هاي الستوري؟ هذا اخي صغير بيقول لي عندك معدة كميون. الكميون يا جماعة هو الشاحنة الكبيرة، انه هالقد عم تاكل كل هالشي بقصد، بس والله ما اكلت وانتو شفتوا بعيونكم انه انا ما اكلت ولا شيء. anyway خلينا نتصل باخي الكبير مش اخي الصغير. عسلامة. كيف حالك طفلة؟ الحمد لله. لبيس وينك انت؟ عليك والله الحمد لله صفا. حبيت نقول لك راني نجحت. هاي مبروك. قديش معدل؟ مش بالمعدل اما بالمونسيون، خلينا نقول مونسيون بيان. باهي ما شاء الله. ربي يبارك. سو هاد اخي زفيت له الخبر. خلينا هلا ننتقل لماما. رح اتصل باخي الصغير في الاول. الو لبس عليك؟ الحمد لله. شنو احوالك انت؟ والله الحمد لله صافا. اسكندر ماما بحذيك حاليا؟ والله مين يدير ليه. ماشي الساعه مبروك. مش فاهم. نجحت من ها تصور مكش مصدق ايش بيك؟ اي مبروك 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 يا عروسه. مبروك مش عروسه، هي يا تلميذة. يا تلميذة. ميرسي يا عمري عايش. كاي عادي نجود خلينا نقول على خاطر أكثر واحدة تستنى في الخبر. ما نجحت. مبروك يا حبيبي. مبروك. عايشك يا روحي، عايشك ربي يخليك. الحمد لله. وأخيرا هلا مستعدين. وي هو كان بس يعني امتحان واحد وكنت نستنى فيه، اما الحمد لله صباح خرج اليوم وسي كملنا. اما مازال المتاع. عايشك يا عمري ربي يخليك. وعليا ربي يخليك يا عمري. سو جايز هذا هو كان الفيديو، واتمنى انه الفيديو عجبكم. لا تنسوا انكم تروحوا للانستغرام وتتركوا لي كل اسئلتكم، حرفين رح جاوب على كل شيء. فبديكم تروحوا على الانستغرام، هي الصوره بالذات هي اللي سالتكم فيها، فروحوا هناك اكتبوا لي كل اسئلتكم. ويا بس هلا بقلكم ديروا بالكم على حالكم واحلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمونيا بيبي سلامات يا هبه سليمه. باي. حشرة مش غيرانة مني هاي الحشرة عشان انا نجحت وهي لا. ونعد ولولا القلب شو بيبقى حبيبي نغيب. رح ايش رح ايش سيدي احمد طلبته من شوي. وجرنا هذا نرفزني. انت انا وش بحالي بلا بيك عشتي ما تحلالي.